كان لازم بجد اشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل يا هفا، انا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما انا عارفه، عشان كده جيت ولحقتك زي العاده. لكش يدمر. لا هيدمر. مش عايزه تقولي بقى جبتيني منين. ايه يا عمر؟ في ايه يا عمر؟ ما تفكك من ام الحوار ده وخليك معايا هنا. انا هفا برضه يا حبيبتي، انا في ورطه، انا بجد في ورطه، ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه. هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارف عنه حاجه، او فاكره حاجه، او حس حاجه، او لمحه. لا يا حبيبي انت مش عارفني. لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. افتكرتك يا بس انت كنت بشنب ساعتها. فاكر طنط عفا كانت بره على المستشفى؟ لا فبصوت بقى لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي. يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكري بقى يا حفا. معرفش، انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك، قمت رديت لقيت واحده بتقول لي ان انت مرمي في حته في الشارع. خدت بعضي على ملا وشي ورحت جبتك، بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحدة دي بقى ركزي معايا، الواحدة دي ما شفتيهاش، ما قالتليش حاجة. مثلا يا دكتور، مثلا ولا شفتها ولا عرفها، وما تضيعليش أم وقتي في حوار الفاكسان ده يا حبيبي. خليك معايا بقى. احنا ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه بقى ايه؟ ايه؟ عفة. بص يا عفة، قول يا حبيبي عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. استنيا، انا اتغيرت خالص، مبقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بص يا حبيبي، بصيت انا مش تحت امر حضرتك. تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر، انا بحبك. عارف ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. عمو عمرو انت شاكرني؟ لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضو؟ ايوه افتكرت. سبحان الله. لما كانش على اهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ كانت محجبه ساعتها. بس مش عارفه طنط ايه اللي ولدتني.